صوت الأذان بعزمه في الأفق يأتي من بعيد، والكون يفتح قلبه في كل يوم من جديد. يا حظه الشادي بعذب أذانه، ورسالة التوحيد ملء كيانه. بدأ النداء بلفظه وجلاله، واسم النبي معطر بلسانه. أشهد أن محمد رسول الله. ما بين حي على الصلاة وبين حي على الفلاح، كل الهموم تناثرت مثل الغلاح، وتعود أرواح لنا كالفجر أقبل واستراح.